في كلمتين حابب أقولهم في ودن الراجل برضو. ما تبقاش أنت مهمل في نفسك وتطلب من مراتك إن هي تبقى عارضة أزياء. علشان تاخد هي الخطوة لازم أنت كمان تاخد خطوة. والاهتمام بالشكل والنفس ما تخلقش للستات بس، لا الراجل كمان. لازم برضو الراجل لما مراته تبصله تشوف إيه اللي يفرحها ويسعدها. ما تبقاش مهمل بنفسك في كل الطرق وتطلب من مراتك إن هي تبقى ملك الجمال. نصيحتي اهتموا بنفسكم زي أول مرة كنت رايحين تشوفوا فيها بعض. هتلاقوا نفسكم فعلا مقصرين جدا في حق بعض، بس برضو الست بإيديها إنها تمنع حاجات كتير ممكن تهد البيت بحاجات بسيطة جدا. إنها بالمصطلح البلدي ما تسترجلش. ربنا لما خلق الأنثى خلق فيها صفة مشتقة من اسمها وهي الأنوثة. والأنوثة دي حبة مواصفات اتزرعت بالفطرة جوا كل واحدة بنت. ربنا زرع فيها حنية أكتر من راجل، اهتمام بنفسها أكتر من راجل، منحها طبقة صوت مختلفة وعاطفة جبارة، منحها حياء كبير وعاطفة جياشة، حبها للأمومة والأطفال. ربنا خلق الست وجواها طاقة جبارة يمكن هي ما تعرفش عنها حاجة. وأي ست اتخلقت حلوة أيا كان شكلها. فالراجل في بيته مش عايز يشوف راجل زيه في طريقة كلامه وفي لبسه وفي تعاملاته. في ستات دايما جوابتها ما بتستخدمش سلاح الأنوثة، ودايما صوتها عالي وكلامها ناشف، طريقتها منفرة، لا بتستخدم حبة الحنية ولا الدلع على جوزها حتى في لبسها. مفيش أي تناسق من أي نوع. الراجل بيكون عايز دايما يحس إن الست اللي معاه ست بجد، في لبسها ونظرتها في كلامها وفي صوتها، زي ما هي بتكون عايزة راجل سند حنين عليها وبيحبها. هو كمان بيبقى محتاج يشوف ست بجد. شكرا ليكم وإلى اللقاء.